يتجمعون حول الحسين في زيارتهم له كما تتجمع الفراشات حول مصادر النور، ويتجمع المنافقون حول أعداء الحسين كما يتجمع الذباب حول المزابل. قل كل يعمل على شكلته. في زيارة الحسين تتجلى أخلاقيات الحسين في أخلاقيات أتباعه، فيتجلى ثبات الحسين في ثبات زواره، ويتجلى وفاء الحسين في وفائهم، وتضحياته في تضحياتهم، وإخلاصه في إخلاصهم، وصدقه في صدقهم، وعطاؤه في عطائهم. يا أهل العالم، هلموا إلى كل خير، هلموا إلى كل فضيلة، هلموا إلى كل حسنة، هلموا إلى زيارة الحسين. في زيارة الحسين صلاح النفوس وإصلاح الحياة والصلح بين الناس. ألا ترى كيف يتنافس زوار قبر أبي عبد الله الحسين فيما بينهم على تقديم كل الخدمات وعلى العطاء في كل المجالات، بل وعلى التضحية بأنفسهم في هذه الحياة؟ ليس من الغريب أن يقوم أكثر من 100 مليون مؤمن بزيارة الحسين كل عام، فهو إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. إنما الغريب أن لا يفعل. وليس من الغريب أن يقف أبالسة الأرض ضد زيارة الحسين ويحاول منعها بكل السبل، فقد حلف من قبل سيدهم إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إنما الغريب أن لا يفعل. وليس من الغريب أن يتحول زوار الحسين عليه السلام إلى شعب من الملائكة خلال فترة الزيارة، مستلهمين روح التفاني والتعاضد والتضحية من صاحب الزيارة. فإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. إنما الغريب إن لم يفعل. في زيارة الحسين عليه السلام نهضة أمة في ظل قيم الأنبياء وتعاليم الأولياء ودماء الشهداء. المواساة من أبرز القيم التي يحييها زوار قبر الحسين، فالنساء يواسين نساء الحسين، والشباب يواسون شباب الحسين، والأطفال يواسون أطفال الحسين، والأمهات الحاملات لرضعهن يواسين رضيع الحسين المذبوح على كفه. إنها تزكية جماعية يقوم بها الملايين في وقت واحد ومكان واحد حول قبر الحسين.